اوكي خلاص. دي اول حاجه. نبتدي نخش بقى في الحاجات العضويه. ايه المشكله بتاعت الست دي اللي هتقابلها لما الدوره تتقطع؟ انتوا ربنا يعني، وده مش حسد والله مني ولا حاجه، بس يعني بسم الله ما شاء الله اهو، ربنا نعم عليكم بهرمون حميكم من مشاكل كتيره جدا. اوكي، فالهرمون ده مع الدوره الشهريه، هرمون الاستروجين. الاستروجين هو هرمون الانوثه. طول ما هرمون الاستروجين ده موجود، الست لا هيجي لها جلطات، ولا هيجي لها مشاكل في عظمها، ولا هيجي لها مشاكل في قلبها. وحميكو الحمد لله. اول ما بيقطع يبتدي المشاكل تظهر. اول مشكله الست بتيجي تقولها لنا لما الدوره تقطع، هقولها لك بنفس اللفظ اللي بتقوله. فوران دم؟ لا مش فوران دم، اصل دي بسمعها من ناس كتير. صهد. بصهد. ما هي فوران. بيحصل بصهد. فوران وما بيبقوش عارفين بالظبط. هم عندهم قاعده الناس كلها بتكتك ومتغطيه، وهي تشيل الغطا من عليها وتقول لك انا حرانه. دي اول حاجه بتحصل. وتعب مع الحراره دي، مش حر اللي هو واحده حرانه. أيوة. بس فالمروحه هتظبط الموضوع. لا. ولا التكييف. لا، تعب بيكون قوي جدا. واللي اكتر منه ايه مع الصهد ده؟ تقول لك عظمي وجعني. صح بسمع ده كله فعلا. دي بقى اكبر مشكله في ناس، الموضوع بيدخل على معدتها. في ناس على معدتها، في ناس بقى بيخش بعد كده على ضغطها يعلى، مشاكل في القلب، وقد تصل الى جلطات في المخ. ده عشان الهرمون ابتدى يقل ولا بيتوقف؟ لا ما بيتوقفش، هو بيقل. يعني قصدي توقف افرازه. يعني ثابت افرازه. يعني بيقل، هو مش بيقل. مش بيتوقف، هو بيقل. طيب نديها هرمون؟ ما انا لسه كنت هقول لحضرتك. طب احنا ما ينفعش نعوضها؟ هو ده التيك هوم مسج بقى. ندي هرمون؟ لا، اكتشفنا كنا زمان بندي هرمونات تعويضيه. زمان. اوكي، يعني كانت بتيجي وبتاخد حاجه تعوض. بتاخد هرمونات تعويضيه، بس اكتشفنا بعد كده ان الهرمونات التعويضيه دي بتعمل مشاكل في الثدي وفي الرحم. وبتعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه. طب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ الست دي نعمل معاها ايه؟ تاخد حاجات تحل لها المشاكل، لكن ناخد هرمونات ما انصحش بيها. يعني مش هعوض في دلوقتي اللي انا هفقده من بالظبط. يعني في دلوقتي حاجه اسمها هرمون لايك اكشن، يعني بديها حاجه امنه وتدي نفس نتيجه الهرمون، بس هو مش هرمون. اوكي تمام. عايز بس قبل ما انسى او يعني تضيع مني حاجه مهمه جدا. انا قلت لك بتقول انها عظمها ايه؟ وجعها. ما سالتنيش ليه يا عظمها؟ اصل انا، ما هو ده هيبقى برضو من قله الهرمون. لا، ما هو ده كله مع الصهد، الهرمون ده التعب ده كله قلته بتعمل هشاشه. لا طب ما دي خلاص، ما هي دي معروفه. بس اصلي كلمه الهشاشه دي بيروحوا للحقنه اللي هي ممكن تاخد سنه، دي هشاشه الكالسيوم اللي هي السنه اللي هي بتتعلق بمحلول. ماشي، فدي انا عارفاها. بس الاساس بقى فين؟ الاساس ان انا اعوضها الهرمون. مش هدي هرمونات. حلو، لكن البديل الهشاشه. هقول لك بقى تعملي فيها ايه دلوقتي. بدل الحقنه بتاع كل سنه دي. والست تروح المستشفى وتعلقها لا، بدل ما تاخد كل شويه تابلوس. وبعدين مش كل شويه. مش كل شويه، في دلوقتي حاجات اللي هي بايفوسفينات، يعني بتتاخد مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، قرص كل اسبوع او كل اسبوعين بس كده. لا. لا، طب انت بقى هتبتدي تعالج كل المضاعفات، كل حاجه ليها علاج، لكن مفيش حاجه. لا، قرص واحد سحري لكل حاجه. مفيش. تمام. الاهم من ان انا ادي الكالسيوم اللي حضرتك بتقولي عليه ايه؟ ايه؟ تتمشى في شمس ربنا. تتمشى في شمس ربنا عشان فيتامين دي؟ برافو عليكي. هي خلاص الهشاشه ما بتحصل، انا خلاص مش هقدر اعالج اللي حصل. اللي حصل حصل، انا همنع حدوث حاجات تانية. في وقت معين من الشمس؟ في الشمس قصدي؟ الشمس بتاعت من الساعة كام لكام؟ الصبح لغاية الساعة 10:30 11، والشمس اللي هي من بعد العصر لحد المغرب. اوكي، من العصر للمغرب ومن الصبح لغاية الساعة 11. يعني من 7 مثلا نقول بالظبط ل 11. الوقت بتاع الصبح ده مع الشمس وهي طالعة دي، يعني سبحان الله. ما تمشيتش اقفي في البلكونة.
مهم اللي انت تاخدي الشمس ده. اوكي، يبقى انا هعالج الهشاشه دي بان انا ادي الكالسيوم، ست تلعب رياضه وتتحرك وتتمشى، وان احسن رياضه ايه؟ المشي. المشي.